على حسابي. ليش انت مو عايشه من هالورشه؟ بل عايشه من هاي الورشه، بس الورشه بتعطيني مثل ما بعطيها. شو ها؟ اشتغلي لك ساعتين يا انفاي، شو بيصير؟ شو بيصير؟ فهميني. وانت بتعطيني اجار هدول الساعتين زياده؟ اعطيكي شو؟ وليش بدي اعطيكي؟ شو ليش؟ شو ليش؟ مشان ما تدفع تصليح المكنة بدك تشغلني ساعتين وببلاش؟ وين صارت هاي؟ لا فايز، انت مدري شو صاير لك، الظاهر مالك وش نعمة. شوفي فايز، هذا الموجود او الباب بفوت جبل. عم تقلعني؟ انت مو خرجك ناس تشتغل بأمانة معك، انت بدك الناس اق من خشب يصطاد ما ياكل. روح ادفع المعاشات اللي مكسورة عليك بالاول. هدول النسوان إلك 3 أشهر مو مقبضن، منين بدهم يفتحوا بيوتهم؟ ها؟ انت احكي عن حالك. شو يا صبايا؟ بحياتي انا اكلت عليكم حقكم؟ احكوا جاوبوها الانفايز. ما بدكم تحكوا ما؟ يلا نروح كل وحده على شغلها، يلا. شوفي انفايز. استاذ حسن. معك ساعتين. استاذ حسن، لو سمحت طول بالك، تفضل معك. ماشي، راجع لك. عالشغل يا بنات، عالشغل. طول بالك يا أستاذ حسن، ما بيصير هيك. لك شلون طول بالي؟ ما شفتيها شلون كانت عم تحكي معي؟ بتضل انفايز موظفة عندك، بعدين كل عمرها بتحترمك، مضغوطة شوي المخلوقة. موظفة؟ لك لو طلعوا عيونها التنتين ما عاد تكون موظفة عندي. أنا فرجيها، دربي سد ما يرد. لا يا أستاذ حسن ما بيصير هيك. والله والله واللي اسمه الله ما رح خلي ولا عاهة من العاهات عندي. بسيطة، هي جمعة زمان بفتح هذا المعمل الجديد، أنا فرشيه. المعمل الجديد؟ بقصد المعمل هذا. عامل معمل جديد أستاذ حسن؟ مبروك. لك لا، شو مبروك ما مبروك على المعمل الجديد. عم قول لو عملت معمل جديد، بس ما بعرف شلون طلعت معي هيك من عصبيتي. خليهم يعملوا لنا قهوة. ايه بعمل لك. لا مش لونز لنا. والله ظريف، كتير حبيت الفكرة. بتعرفي شو؟ نحن بلا بقول أي ما نسوى شيء. آه والله. البيت كتير كبير، في غرفتين نوم، يعني اللي بيتعب منكم بيقدر يفوت هنا. يس، كتير منيح. معناتها بنتفرفض، بنحط أغراضنا، بناخد راحتنا على آخر. أيوة، هلأ ببيتنا كنتي ما رح تاخدي راحتك؟ لك انا ما قلت هيك، بس قلت بينما غرفه صغيره نقعد فيها كلياتنا، بينما بيت كبير ناخذ راحتنا فيه ونشتغل على كيفنا. هلا غرفتي ما عاد عجبتكم وما بتقدروا تاخذوا راحتكم؟ انا ما حكيت شيء، هي اللي حكت. لا سيدي، عم تهز براسك، يعني موافق على كلامه. هلا بلا مناقره وتعالوا نتفق مشان الاغراض. بالله، بعد ما قلت لك خلي ابي يجيب الاغراض قلت لي لا انا بجيبهم، وينهم؟ مو قلت لي ابوك رح يامن البيت؟ لحتى تامنوا البيت بكون انا امنت الاغراض، صح ولا لا؟ يخرب بيتك على هالسنة، قال لي لساني كيف ما بديرك بتندم. ليش بقى محمود بيك؟ لأنه موعدنا مع الأغراض مبارح، واليوم درينا بالبيت، ما من يوم جبتي لي هالخبصة. مرقنا يا خواجة محمود، أنت بتخبص خبصة هيك قدها، ما بنحكي معك شيء. يلا ستي رح مرقها. يلا، خلينا نحضر المحاضرة بعدين نروح نشوف البيت، امشوا. تفضل. شو شايف فايق وراي عند الصلاة؟ يقول صباح الخير. اي والله عندي شغل اليوم، اول يوم دوام. الله يقويك يا رب. اخذت القميص؟ القميص الله لا يوفقك، ريحته بتبتي. رح البس الكالويات. شو وين مدير بيك لهلا ما فاق؟ ما بعرف، بجوز اخذه النوم. دق علي الباب. منير؟ شو بقى صار لي ساعة عم نادي لك وعم دق الباب؟ لا اسف ما سمعت. اسف. شو ما عندك جامعة اليوم؟ عندي لكن لن اذهب اليوم. ليش خير؟ مالك بالعادة يعني؟ الحمد لله بس تعبان شوي. والله ليتك تعبان. بدك شي جيب لك شي؟ سلامتك، شكرا. والله. Mm-hmm.
احكي لي عن ابو هالحالة. كمال كمال شبك عم تعيط ولا هلا كنت عم تغني ومروق شو صار لها؟ وين علبة المحارة المعطلة اللي كانت بغرفتي؟ باري اخذتها مسحت فيها الشاي اللي دلع عندي. هلا ما لقيت تمسح الشاي غير بالمحارم المعطرة؟ اخي هيك طلع معي شو بعمل لك يعني؟ روها تبدي يمسح وشي. لا تضرب شو صاير تنبر، روح غسل وشك بالمي بالاول، حدا بيغسل وشه بالمحارم المعطرة؟ لا، المحارم المعطرة بيمسح فيها الشاي. روح غسل وشك رح جيب لك اياها. ما رحت لغسل وشي، لقيت المي مقطوعة، وحنفية الخزان منزوعة، وما كان حدا من بيناتنا يصلحها، بقى روح جيبها خليني امسح وشي وخلص بقى. رح روح جيب لك اياها، بس روح شوف لي منير بيك ليش لهلا ما فاق، ما كان يقوم معي. يلا رح شوف. منير؟ شو؟ ما بدك تروح الجامعة؟ لا لا، أشعر بشوية تلعك. خير، جيب لك دكتور؟ مشكور مشكور. طيب أنا رايح على الشغل، جيب لك شي معي وقت أرجع؟ سلامتك، لو سمحت أغلق الباب خلفك. يلا، سلام. الله معك. وما بالريق الله يتم عليكي طالعة قبل أب هلسة. كان عندي شغل. والشغل شو بده؟ هز كتاف. هز كتاف؟ تأخرتي معي؟ تضرب 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 الطرقات والعجقة. صار لي ساعة عم بستنى تاكسي يا زلمة. وليش حتى ما تطلعي بسيارتك صفطية تحت؟ كأني ما بعرف سوق. ما بتعرفي تسوقي؟ ها خلص بس ترجعي من بيروت بعدك على مكتب تعليم سواقة. اي من هون لأتعلم رح قله لأبو عبدو يبعت لي شوفير من عنده. ولك اوعيك اوعيك. لا حول ولا قوة الا بالله. احيانا بحسك نص جذبة واحيانا بحسك ذكية. ما حدا اجذب غيرك. لكن معقولة تخلي فردوس يبعت لك شوفير من عنده؟ لكن من وين بده يبعت لي؟ من النقل الداخلي؟ يا خرب بيت قلبك شو بقسك. لك يا جذبة إذا جاب الشوفير من عنده هذا الشوفير حيشتغل جاسوس عليك بصير بيخبره وين رايحة وين جاي. يخرب بيتك شو قرد والله ما خطر لي بلوم. مشان هيك رح اجيب شوفير بيكون من طرفي وطرفي. بس نقينا يا حلو. ايه تكرم عينيك. صحيح شلون رايح على بيروت؟ بالسيارة. طيارة لك لك شوفير تاكسي جاي ياخذني على بيروت. مسكي مسكي. هي عجبة؟ هي كيس ملون. هيدي هي شلون بنلفها لك ها؟ شوكولاتة؟ ايه شوكولاتة لكن شو؟ معلش دوقة؟ ايدك ايدك انت ورب وبصير هيدي يا زلمة. طيب انا لازم فوت عشان في زباين. مين يروح قبل الثاني؟ انا خليه يروح يطلع قبلك. يلا بخاطرك. حلوة الطبعة ما هي؟ ايه ما بها شي بس الصراحة في أحلى من هيك. لك ايه هاي ذوق الزبون هو اللي نقاها مع انه نزار ورجاه كل تصاميمه بس يمكن الزبون مو مزوق. يصطفل على اذنكم. بس كأنه كأنك منقص المثبت ما هيك؟ ايه. طب ليه؟ منقص المثبت فطرينا نقسمهم على الوان ما عنا غير علبتين. لك لك ليش ما طلبتوا مثبت من نزار؟ مو هو المسؤول عن المواد؟ هلا يا عمي لبين ما يروح الاستاذ نزار ويجيب المثبت ويرجع بنكون خلصنا 100 قطعة. ولك بيصير هيك؟ ولك يا ابني هي بعد غسلتين بحل لونها؟ لك شو ما بتعرف اذا المثبت مع حط بالنسب المضبوطة بحل اللون مع الوقت؟ ولك ابني إذا خف اللون الزبون ما بيعود بيرجع لعنا، يعني بتصير طباعتنا مثلنا مثل غيرنا، يعني بازارية. إيه كل السوق هيك، والله ما حدا بيحط المثبت بهالنسب غير نحنا. اسمنا هو اللي عم يشغلنا بالسوق؟ بدك إيانا ننزع اسمنا منشان شوية مثبت أو منشان ما ننتظر شوي لبين ما تجي الكميات الناقصة؟ والله نحنا لا هي ما حبيتها منك منوب. بعدين بدك ياني اخذ حق الطبعة كاملة وهي ناقصها؟ بدك ياني اكل حرام؟ لك بدكم تاخذوا رواتبكم حرام؟ لا 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 هي أول مرة وآخر مرة. حاضر عمي
ما عاد تنعاد بنوب. خود ابني زيدوا المثبت. بأمرك. أهلين عمي أبو قصي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. حكيت مع الأهل يا ابني؟ إيه عمي حكيت معهم وهن جاهزين بالوقت المحدد. إيه الله يوفقكم ويقدم اللي فيه الخير. الله يخلينا ياك يطول بعمرك. عمي شوف لي هالتصميم. حلو هالشغل. والله أنك معلم يا نزار. الله يحلي أيامك. نحن من بعدك معلم. لا لا أنت معلم وفنان ومالي هدومك. الله يخلينا ياك. سمر خير شبكي مو على بعضي. خير شو في عمو سمر؟ كنت عم بحكي مع جنات وخبرتني إنه حسن مو مفلس ومو لازمه مصاري. لكان ليش مو عم يحاسبنا؟ مو بس قلنا ما عم بيحاسبنا، ما عم بيدفع لحدا وعم بيتهرب من أي حدا له معه مصاري. إذا كان معه مصاري ليش هيك عم يعمل؟ على قولتها إنه أخذ معمل جديد وقال رح يفتحه الأسبوع الجاي. طيب والناس؟ هيك قالت ويظهر عم يحط المصاري بالمعمل ومو سائل على حدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عمي نعم. أنت مو بدك مصرياتها؟ إيه طبعا. خلص ولا يهمك، أنا رح أفكر لك بطريقة رجع لك فيها مصرياتك على دوز بار. بس بدي منك 100,000 ليرة. لا لا عمو نزار، أنا ما بدفع لحدا شيء، أنا ما بعمل غلط. لا يا عمي، مين عم يحكي بالغلط؟ أنا رح أفكر لك بطريقة ما فيها لا رشوة ولا فيها أي أذى لحدا، وراح يرجعوا لك مصرياتك. تركني بس مخمخ بالطريقة ووحياتك يوم بعد الظهر بشرح لك شو هي. إيه؟ إذا كان هيك موافق، بس شو بدك تعمل؟ مثل ما قلت لك عمي، خليني أفكر هلا وبعد الظهر بشرح لك. طيب وأنا راح أجيب لك 100,000، وإذا عجبني الموضوع خذهم وتصرف. على راسي يا عمي، وبوعدك هال100,000 رح يرجعوا لك فوق المصاري. قول ان شاء الله يا رب. يلا كمل شغلك عمي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك عمي. مرحبا، كيفك؟ هذا رقم موبايلي، حاكيني اليوم الساعة 1 بالليل على التمام، عم استناك. وأنا حاطة الموبايل على السايلنت مشان ما يعرفوا أهلي إنه عندي تليفون، بس يضوي بعرف إنه أنت. ريحاب. شد ايدك شد ايدك. ابو عبدو هيك ما بيمشي الحال. هي السياره اللي استلمناها 10 ايام واللادا كان المفروض تسلمنا اياها اول امبارح.
انا اليوم بدي السياره لا تكون عندي. ان شاء الله بيبشني الطعم تبعك. والله لازم تكون هي من 3 ايام لازم تكون هون، بس شوفت عينك الكهرباء عم تنقطع ما طالع شيء بدنا. بس يا ابو عبدو ليش ما خلصت امبارح؟ لك اول امبارح يعني معقوله تنقطع الكهرباء 3 ايام ورا بعضه؟ خليها لربك، خليها لربك، الصانع اللي عندي غط على قلبه واخذوه على المستشفى امبارح، تكركبنا شوي. طيب والشاب الثاني وينه؟ الشاب الثاني الحمار راح معه، قال ما بحسن يتركه لحاله بالمستشفى. شان الله يا ابو عبدو، الموظف المستلم السياره اكل راسي وفات على المدير العام وانت بتعرف. شو بعرف؟ اخي كل الموظفين المستلمين سيارات بيخافوا على سياراتهم اكثر من الوظيفه. وسلامة عرفك ابو عبدو، يعني ما بتعرف انه الموظف بهالبلد بيشتغل عند السياره مو عند الحكومه، ولولاها لدشر وظيفته من زمان خلقه من فوقها غني وترحل. بعرف بعرف، على كل الاحوال رح اتصل بهذا الاحمر اللي بالمستشفى بركي بيروح يجيب لكم اياها من البخ وبيوصلكم اياها. يا ريت. لك يا تعال تعال شوف المو دائره للسياره من حاطط ايده فيها. بلك عين تتصل. الو الك مان بيك، امتى رح تتنازل حضرتك وتجي على الشغل؟ ايه معلي ما بعرف هلا، اذا صحيني هاد بحاول مر على المحل. اه بتحاول بتحاول، كتر خيرك والله، فضلت على شواربي. نهاد مختل وحالته ما بتطمن ابدا، يعني زي ما بين الحياه والموت. لك شو طول بالي، يعني انت بقعدتك هنيك عنده رح تحط له روح الاحياء؟ شو بدك بهالقعدة انت؟ قوام وصال لعند البخاخ شوف لي السيارة اللادة، صار له يومين عنده خالصة، الجماعة هون عم يستنوا. طول بالك، طول بالك يا بابا. هلا إذا صحيني هاد بحاول مر جيب السيارة واجي على المحل. هلا اتركني مني هاد مشان الله، السيارة بدها تكون عندي هون قبل الساعة 2. إن شاء الله إن شاء الله. لا تشيل هم، بس أعطيني شوية وقت أنت. لك ان شاء الله بتنعطى لطشه. ايه شو اعطيك شويه وقت؟ لك في سياره هون صار لها يومين كمان، مين بده يشتغل هذا الشغل كله؟ طيب طيب اجى الدكتور نحكي بعدين. لك يبليك بقتلك انت ونياد والدكتور وكل القوبه، العمى بقلبك شو جحش؟ طال عمرك. شو دكتور؟ طمني ان شاء الله. والله الوضع حرج. ما بفهم شو يعني؟ يبدو التعفن اللي صار معه خلاله مع الزمن كتلة على جدار المعدة، وبجوز تكون مو سليمة. على كل حال نحن استأصلناها. والله ما عم بفهم يا دكتور، اللي بدك تفهمني اياه انه في خطر على حياته شيء. هلا اذا كانت كتلة سليمة ان شاء الله ما في خطر، اما اذا كانت يعني لا تقول يا دكتور مشان الله. على كل حال انتوا ادعوا له. يا رب بجاه كلمة إلو جاه تقومني هاد بخير وسلامة. صباح الخير عمي أبو بشار. أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ حسان. صباحا، كيفك شو أخبارك؟ الحمد لله، أنت كيفك وكيف استعدادك للشغل؟ تمام تمام، جاهز لأي شيء. الله يبارك فيك يا أستاذ حسان. عمي أبو بشار شو رأيك هي أستاذ حسان بلاها؟ يعني إذا بتقلي حسان حاف بيكون أحسن. ولو ما كلها سن زمان، وإن شاء الله بتتخرج من كلية الحقوق وبتعمل أستاذة وبتصير أستاذ عن حق وحقيق. يا سيدي بوقتها بنحكي. ولو يا ابني، يعني الإنسان لازم يعرف قيمته وموقعه. أنت بدك تصير محامي يعني أستاذ، وإذا اشتغلت عندي هذا لا يعني أبدا أنه أبخسك حقك، الاحترام واجب. طيب مثل ما بدك. شوف يا ابني، هلا بدنا نرتب هالرفوف. عندك طريقتين، يا أما مرتبها حسب الأحرف الأبجدية للمواضيع، يا حسب الأحرف الأبجدية لأسماء المؤلفين، مشان وقت ينطلب منا الكتاب نوصل له بسرعة. مرحبا،
اهلا وسهلا يا بنتي. عندك قاموس المنجد؟ لا. ليك وحدك عرف. هذا مو للبيع. طب وين ممكن لاقيه؟ بسوق الصوف بالشاغور. عم تتمسخر؟ ان شاء الله عمركم ما بعته. المنجد عاجبك هيك زباين؟ لا والله. يا سيدي هذا منه كتير، ان شاء الله بتعيش وبتشوف ان شاء الله. لك ورطانو كيفك؟ وين كنت مخبايه؟ انا مو مخبايه يا بلوعي، بس كان عنده شغل كتير، بعدين مرته طبعا لانه يعني مريضه. طابت هلا منيحه؟ مليحه، صابت لي الشيطان الحمد لله. روجينا كويسه؟ مليحه كمان الحمد لله. خير ابو لؤي؟ متاخر اليوم، مو عوايدك. نزلت على المحل، الله يلعن المصلح شو صاير اصابه. خير؟ مالك بالعاده تفتح الصبح؟ مزبوط، بس اتصل فيني وسيم، قال جماعه الصحه بالمحل بدهم يعملوا كشف. وعملوا كشف؟ عملوا كشف، عملوا عمايل. شو العمايل؟ يا سيدي الظاهر بدهم يشتغلوا فيني. ليش لا يشتغلوا فيك؟ قال بدهم ياخذوا عينات من البوظه ويحللوها. يا سيدي ياخذوا عينات، شو يعني؟ يا اخي اخذوا عينات بس انا ما راح اقبضهم، فشلوا قبضهم من ليم واحد، قاموا الشباب ما بيتوها، اتصلوا بجماعه ثانيين واجوا يعملوا المشكله، اخر شيء هددوني يا بركب المحل بورسلان يا اما بيسكروا. اوه على هالمصيبه يا سيدي، ركب بورسلان شو المشكله؟ لك يا ابو محمود ما بيمشي الحال، انت بتعرف المطبخ بالمحل مطبخ صغير، اذا بده يحط 25 30 سم من البورسلان ما بيعود براد يتحرك، هيك صارت الحركه كثير حشره. لك يا اخي بسيطة، حط البراد بالطول. جربته المرة الماضية ما مشي حاله. يعني ما عرفت تدبر حالك معهم بقرشين؟ ابو محمود انت عم تحكي هذا الحكي؟ انا ادفع لهم قرشين؟ ما بتعرف كيف فكر، معقول انا مد ايدي واعطيهم رشوة؟ هلا لا تعصب، مو قصدي. قصدي يعني بس مشان يكفوا مغيب كم شهر، يعني هيك مكافأة صغيرة. على شو بدي اعطيهم مكافأة؟ لك اخي لا تعصب، هيك صايرة الأمور بالبلد. صار الواحد إذا بده يشتري قبر بده يدفع براني. للاسف هذا اللي صاير، والله يجيرنا من الاعظم. قال لي شو الحل بالنسبه للبورسلان؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، شو صاير لك انت يا ابو لؤي؟ جاني بنوب؟ قال لي شو المشكله يعني هاي؟ ببدل البراد ببعد صغيره. برافو عليك، مزبوط. شايف؟ بيسكت بيسكت وبينطق جواهر. الظاهر يا ورطانو ما في حل غير سوي هيك، بس يعني ببيع كبيره بجيب صغيره. والله انت مخربطه خربطه، اذا بدي بيع الكبير اللي عندي ما بتجيب 20,000 ليره، والصغيره اللي عم تحكي عنها حقها 150,000 ليره. لك حبيبي وين عايش انت؟ ببيع هي اللي عندك الكبيره مستعمله، بشتري صغيره مستعمله، خلص قصه. برافو برافو ورطانيان، شو قلت لك انا؟ بيسكت بيسكت وبينطق جواهر. ورطانيان كرمال هالافكار النيره تبعك راح اضيفك كاسه شاي ثاني. أبا محمود أخذتها شاي شاي شاي. واحدة سالم معها سندوشة. سمون سمون. تكرم عينك، طلباتك مستجابة. عطي الله معك، إن شاء الله بصير خير. أهلا وسهلا بشباب. أهلين عم بمالك الورد. كأنه تأخر سيد تمام معي. والله ما نعرفني شو بدنا نقول لك، بس تمام لغى فكرة السفر كله وقال بده يضل بالبلد. نعم لك معقولة واحد صاح له غرين كارت على امريكا وسفره وشركات وبيت سياح نياه شو؟ هذا اللي صار، مع انه سالوها ضلينا ساعة نقنع فيه قال بده يضلهم ما بده يسافر. لا حول ولا قوة الا بالله، شو هالمخل؟ كورندعي اللي عنده تقول سحارة في مخه، لك معقولة واحد صاح له هيك قصة؟ خلص لازم اقنعه انا، بده يسافر يعني لازم يسافر. لك يا اخي اصطفل، شو بدك فيه انت؟ ليش اكل همه يعني؟ والله حبيته من قلبي، ما بعرف يعني حسيت انه هذا الزلمه لازم ساعده انا، هي القصه. عمي ابو مالك هلا شيلنا من تمام، مشان الله انه نحن شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نساوي؟ جددتوا جوازاتكم؟ اي طبعا جددتوا. هاتوا لشو؟ مشي حال الورقة وتوقعت. أنا اللي ما عم بفهمه ليش عم بيدفعوا كل هالمصاري على دراسة هالشباب ويعطوهم مناح.
لهالدرجة بيحبوا العرب؟ ما حدا بيحب حدا. أساساً لو بيحبوا العرب ما كانوا خليوني يتقاتلوا مع اليهود من سنة 48 ومع بعضهم كمان، وما كانوا خلوا هاي المنطقة منطقة بيع سلاح. طيب شو اللي جابرهم انه يدفعوا كل هالملايين لحتى يعطوا طلابنا منها؟ تعرف يا ملحن، انت لازم تقرا وتقرا كتير كمان. اقرا بعد هالعمر بدي اقرا؟ قال بعد ما شاب ودوا على الكتاب. لك لا، بعدك شاب شوي بعد ما شاب، بس انت لو انك بتقرا ما كنت سألت شو الله جابرهم يدفعوا للمنحة الدراسية. ما فهمت. هيدي المنح مصممة للناس الأذكياء والشاطرين، يعني المجتهدين بحياتهم. بيروح الطالب على أوروبا وبيدرس وبيختص ويشوف الدنيا ويصير بيحكي اللي بده إياه، بعدين بيصفن بيصفن بينه وبين حاله بعد ما شاف الناس كيف عايشة. بيقول إيه، أنا شو بدي رجعني على هالبلد؟ بدي درس فيزياء ولا كيمياء ولا حتى بدي درس فن؟ بيسأل حاله وين المخابر اللي بدي اشتغل فيها. أكثر شيء ممكن يحصله إنه يدرس بالجامعة، هذا إذا كان دولته رضيانة عنه وعنده واسطة كمان. وإذا صار أستاذ بالجامعة معاشه ما بيكفي حق أكله، بنفس الوقت بيلاقي كل شيء متوفر برا. يعني لو كنت أنت محل هذا الطالب بترجع للبلد ولا بتضل برا؟ بتضل بعد ما تتخرج تشوف الدنيا. لا بضل برا طبعا، شو اللي بده يرجعني؟ وهذا الشيء ما بينطبق بس على العرب، على دول العالم الثالث. هلا بالمحصلة هن بيكسبوا الشباب والكفاءات الجديدة، وبيطلع بالآخر كل شيء صرفوه على هالمنحات رأس مال لمشروع رابح. وبيضيفوا المثقفين من شباب العالم المتفوقين لإلهم، ومع الوقت بيزداد مجتمعهم تميز، ومجتمعنا للأسف بيرجع لورا. يعني هدن لقدام ونحن مصفي آخر العالم. طبعا هذا اسمه استثمار بالإنسان، وهي الدول اللي هي من العالم الثالث بحياتها ما فكرت فيه. طبعا مو كل اللي درسوا برا بيضلوا، في 10-15% بيرجعوا، وبس يرجعوا بيندموا على رجعتهم، مثل رفيقك الدكتور تمام. هلا تمام هيك وضعه؟ واحد دكتور بالفيزياء النووية، شو فينه يعمل ببلد ما فيها مخابر متطورة ولا تجهيزات؟ واحد مثله بحس انه ضيع وقته بدراسة ما فينه يفيد فيها حدا ولا يستفيد هو منه. حتى تمام وضعه أكثر بكثير. ما فهمت كيف أخطأ؟ تمام حاصل على اختصاص وما لازم يضل ببلده. هلا صح ما فينه يستثمروه فيه، لكن ممكن يعيروه لبلد تاني مو مرضي عنا برا. هلا أنا بعرف إن الوضع سيء، بس ما كنت متوقع أبدا إنه الناس يستثمروا هاي الحالة. يعني أنا توقعت إنه الدول اللي برا تعمل علاقات اقتصادية تستفيد من خيرات هالبلد، بس مو تاخذ شبابها. هلا وقت يستثمر الانسان من الطفوله استثمار صح، يعني تربيه صح، وتعتني فيه من كل الجوانب الصحيه، الماديه، التعليميه، الثقافيه، بيطلع عندك مجموعه من الناس منفتحين ومتعلمين، وهذا المجموع بيتحول مع بعضه لقيمه عاليه، ما بينتج الا كل شيء منيح، لانه نشأوا بطريقه صح، وبالتالي صدفه لتلاقي حدا منهم فاسد. الفساد موجود بكل هاي الدنيا، وهو حاليا شاذ، بس بالعالم الثالث الفساد هو نظام عام، والمنيح هو النشاذ، لانه ما حدا مهتم باستثمار الانسان، وكل واحد عم بيغني على ليل. انا بدي اروح على البيت نملي ساعتين ارتاح فيهم شوي، لانه اكيد من هول لساعتين بتكون شهيره وصلت على الاوتيل. طيب روح، بس دير بالك البنت حلوه كثير. اعوذ بالله يا سيدي، مو تكون حلوه، إذا بتكون ملكة جمال العالم مستحيل جفرة بتذبحني. يلا امشي. هات لهون، شو ما بتشبع؟ يخرب بيتك عمى، بس سيجارة ولا سيجارة؟ شيل ايدك، ما في دخان، شو حشاش؟ خوت خوت احسن شي.
خود خود يلا يا حبيبي سم الفار يلا يا قلبي يلا خود ايوه نام يلا اندفع نام يلا نام وباكيت ما في بلا ما تدخل وتحرق لي البيت يخرب بيت قلبك منو هذا البطيخ كمان وينك سعيد بيك؟ ما تشرفت انطر اخوك؟ انت قلتي لي الظهر بلا صارت الظهر ما معك ساعه؟ بلا معي ساعه بس انت ليش بتضلي منرفزه؟ شبنا شهيرة؟ شلون شبنا؟ انا قلت لك مسافره على بيروت وينك لهلا؟ لك شبك ليش عم تخانقي؟ لك مو خدام ابوكي مثلا؟ لا والله انا اللي خدامه ابوك وابو عيد البطيخ لك حاجة على هاي صوت ولا طعمه العمى العمى يا عميك ويا عمي اخوك يلا ما تتاخر تعال بسرعه ما بنت لك هذا النص اجدب لحاله هون بدك تروحي لا يبلت علي صوت بقى فهمنا الو الو الرصاص اللي يسدني على قنيعه ما بتفهم ولا خلاص ورصاص انت الثاني خلصنا اسمعني اللي ما بيستاهل ينجح عندي ما راح ينجح انتهى انت معلش ما اول وقفك انت معلش ما تدخل ما تدخل ما بدي اسمع شوكولا غريب هلا ما فهمت ليش مهتم تمام لهالدرجه انا عم بسال حالي نفس السؤال على الضبط اكيد بده منه شيء اكيد يا اخي والله ما بعرف بس اهتمامه بتمام كثير غريب انا بقول لك يمكن حدا من اهله او من معارف ابو مالك عم يقنعوه انه يسافر والله يمكن تعرف لك منصور شو قل لي مالي خايف غير نسافر وما يعجبنا الشغل ونتبهدل قد ما تبهدلنا مو قد البهدلة اللي مبهدلينا هون وإذا ما مش الحال منحمل ضرب طريقنا ومنرجع ومنكون شفنا أوروبا إيه منعتبرها سياحة مصاري تديناهن ومش الحال هون بدهم ينصرفوا وهنيك بدهم ينصرفوا بس الفرق هنيك بينصرفوا بعشرة أيام أما هون شو بيضلوا معنا شهرين وأكتر لك إن شاء الله نفكر شوفت أوروبا ببلاش والله مزبوط بعدين عندك حل تاني لا والله ما في طيب شو لازم نعمل هلا؟ ما رح نعمل شيء، رح نطلب الحساب ونمشي. وانت قلتها. خير استاذ، حضرتك طالبني. كل خير. قسم التكليف بمديرية التربية استغنى عن خدماتك. ايه وشو يعني؟ يعني الله معك روح لاقي لك شغله ثانيه غير التعليم
عفوا؟ أستاذ تمام، اللي بده يدرس جيل بده يحترم إدارته والناس اللي أكبر منه. شرف، روح لعند أمين السر وخذ انفكاكك. الله معك. بس يا أستاذ، شو هالخطأ الكارثي اللي ارتكبته أنا؟ الله معك. طبعا جاي، رح غير ثيابي واجي لعندك. ولي على بعض بعضين بعض البعض. شو ماجد ما جاء البيت؟ لا شو بالبيت، ماجد من العشرة بيطلع برات البيت، ما عندي غير هالمقصوفة الرابعة عم تتفرج على التلفزيون. لكن اللي بدي يفهمه انه شلون عم تفهم على التلفزيون؟ اي لا تخاف عليها حبيبي، ما عم بتشوف غير الافلام الاجنبيه المترجمه، تقراها قرايه. لكني مدبره حالها، يلا عم تسلي حالها البنت. اي من وقت ما رجعت من المستشفى ما عاد قعدت بغرفتها، تركت الكمبيوتر وعشقت التلفزيون. لك يا ستي، مدام كافيتك خيرها شرها، تنضرب بحالها شو بدك فيها؟ اي 100 ضربه، الله يلحقها بامها، ولك ما عم بقدر اطلع فيها، شكلها مثل البومه. لك طولي بالك طولي بالك. صدقني ولك صدقني شكلها عم يجيب لي الكآبة. يلا البسي وعم بستناكي. لك صحيح دبرتي المصاري؟ لا يو، شو دبرته؟ لك هدول 300,000 ما بيتدبروا ببساطة. بس شوف أنا جايبت لك معي 25,000. 25,000؟ شو بدي أعمل فيهم؟ لك ايه هلا دبر حالك فيهم لبين ما اعرف وين عم بيحط المفاتيح ماجد. امبارح هلكته وانا عم دور عليهم وما كنت اعرف وين حاططهم والخزنه قافله. ماشي تعي وبنحكي. الله معك. ولي عليكي وعلى هالشكل، ان شاء الله بتلحقيها لامك. شرفت يا سبع البولومبا. اي والله شرفت. في شيء اوامر ثانيه من حضرتك؟ يعني لو تاخرت كنت حملت حالي ومشيت. وجوزك لمين بدك تتركيه؟ حسيبه للزمن. وين يعني؟ على درج البنايه. بالله برافو عليك، وعن جد بتعمليها يعني؟ بعملها وبعمل ابوها كمان. ولا شو بدك يعني ساوي؟ اطلع تقاعد وقف حياتي كرماله؟ ايه لا. انا بس بدي اسالك سؤال واحد. في مرة بالعالم كله تتعامل مع جوزها بهي الطريقه؟ تتعامل مع مين؟ هذا اللي قاعد جوا مثل قفه الهم بتسميه جوز؟ جوز الجرابات احسن. هذا اللي عم طعميه وشربه وشيله وحط له واصرف عليه بتسميه جوز؟ ولا انت شو همك؟ قاعد ببيتك مرتك واولادك، في خدامي عند اخوك. انا ما حدا بيفكر فيني، ما حدا سائل عني كيف عايشه كيف عم باكل كيف عم دبر حالي. لك اخ اخ بس اخ اخ بس اخ. لك يا عيوني يا روحي، انا بس بدي اقول لك شغله الوحده بس لما لا 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 لحظه 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 الله يخليك، ما بدي مواعظ ونصائح الاسبوع، ماني فاضيه لك. ليك كالعاده ما بدي ذكرك، دواء المهدئ جنب التخت، حبتين الصبح وحبتين المساء بعد الفطور وبعد العشاء. اي وبالبراد في حواضر. ايوه يعني مثل العادة كمان بدي اجي طعمي حواضر. لا والله كنت لازم اعمل لك الك ولاخوك شيخ المحشي.